مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجاي توكس. قبل ما احكي لك هذا الفيديو اصلا عن ايش، بحب اقول لك ما تستغرب الحلقه اللي بتجنن اللي انا عاملها والستايل اللي كثير حلو اللي انا صرت احلقه، لانه كلنا عارفين كورونا. طبعا بسبب الكورونا صار اهم وظيفه في الكوكب وقفت عن العمل هم الحلاقين، علشان هيك راح تصيروا تشوفوا المناظر الحلوه كثير هاي في كثير اماكن، ما بدنا نستغرب منها. الشغله الثانيه اللي كمان بدك تستغرب منها، اللحيه اللي تحليلتها 100% امورها تمام، ما فيها ولا اي مشكله زي اللي انتم شايفينها على السكرين هاي، اكيد ما في داعي للحلاق بعد اليوم، بس يا رب يفتحوا قريبا يا رب، عشان ما تضلوا تشوفوا المنظر الحلو هذا. انا كثير مبسوط اني انا لقيت هايجين، بغض النظر هو دعاية مش دعاية انت حرين، بس اسمع، اول ما لقيته رحت شريت كل اللي بقدر عليه، علبتين لكل شخص، وهي عبارة عن 50 ملي بس. المهم، والدوشة اللي عم نسمعها اذا كانت كثير مبينة فهو لانه لسه احنا في قطر ما في عنا حظر كامل، في عنا اعمال موافق انها يمارسوها في دولة قطر زي المقاولات والمشاريع اللي كثير مهمة. فانا في ورا بيتي هون جنب الغرفة مشروع اللي من حد ما سكنت في هالبيت وهو داوشني عايش معي، يعني بعرفش بعد ما يخلص انا كيف راح اصير انام، فلنشوف شو راح يصير معنا. والشغل الثاني انه الاشغال اللي مسموحة لكثير من الناس انها تشتغلها، فهي مسموحة بس من الساعة 7 الصبح للساعة 1 مساء او 1 ظهرا، بعد هيك يعطيكم العافيه بتروحوا على بيوتكم، ممنوع تجمعات، اجراءات يعني لطيفه عم بتصير في دوله قطر، لكن للاسف في اصابات وفي اعداد عم تطلع لاصابات فيروس كورونا. بعد كل هذا الحكي، شو اللي طالع تحكي لنا اياه اليوم في الفيديو؟ اللي بدي احكي لك اياه في الفيديو شغله كثير 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 مهمه، كنت كثير انسالها قبل ما تصير الكورونا وتجينا كثير على الشانل، وكمان تنسال كثير على جروبات الفيسبوك اللي بتكون الناس عم تتواصل مع بعض عليها، وهذا السؤال هو: هل اجي على دوله قطر ادور على شغل؟ هذا السؤال كمان ما سلم من فيروس كورونا. شو اللي صار؟ انه امبارح انا بتصفح على الفيسبوك طلع لي بوست، وهذا البوست ذكرني في الاسئلة اللي صارت تجيني غير عن اول، هذا السؤال اتطور. شو صار؟ صار انه مرحبا مساء الخير واعطيكم العافية والى اخره، بدي اسأل سؤال بعرف انه مش مناسب، لكن بعد ما تنتهي هذه الازمة باذن الله، لو اجيت على دولة قطر وانا ما بعرف فيها ولا حدا وبدي اجي ادور على شغل في مجال الفنادق او المطاعم او الكافيهات او وات ايفر، تنصحوني اجي ولا لا؟ او شو رايكم؟ او هل اجي ادور على شغل او لا؟ هل الموضوع مجدي او لا؟ بغض النظر اني انا حكيت كثير في هذا الموضوع في كثير فيديوز وعرضت اراء ناس كثير، لكن اليوم في الوضع الحالي اي ثينك لازم برضو ان انا ارجع احكي في هذا الموضوع واوضح وجهه نظر الناس الموجوده. اللي حارضوا على السكرين هي اراء لكثير ناس ردت على هذا البوست، وانا حبيت اني كمان اعرضها للناس اللي بتتابع الشانل، لانه في اغلب الفيديوهات اللي نحن بنحطها هي عن الشغل في دوله قطر، وهل اجي على دوله قطر او لا، وكيف اجي على دوله قطر، وشو فرص العمل اللي موجودة في دولة قطر. هل هذه الأزمة أو هذا الوباء العالمي أثر على الناس إنها تيجي على دولة قطر وتشتغل؟ هل هذا الوباء أثر على الشغل في دولة قطر؟ طبعا هذا الوباء أثر على كل دول العالم بكل القطاعات، بخليني أحكي بنسب متفاوتة. هل أثر على المجيء على دولة قطر؟ طبعا 100% أثر، لأنه أصلا المطارات توقفت أساسا عن إنها هي تنقل الناس بين دولة لدولة، مطارات يعني قليلة اللي شغالة لأسباب معينة، ويمكن بس الشحن هو اللي شغال. فموضوع المجيء لدولة قطر هو مش متاح في الوقت الحالي، وأنا ما بنصحك إنك أنت أصلا أول ما تفتح المطارات لأي دولة في العالم إنك أنت تسافر مباشرة، لأنه أكيد راح يكون في إجراءات احترازية من فحص حرارة، من حجر 14 يوم، من من من، وأنا أصلا ما بنصحك إنك أنت تنتقل من دولة لدولة سواء فيها عدد كبير من الإصابات أو فيها عدد قليل، إلا لما تنتهي هاي الفترة وينعرف شو اللقاح أو شو العلاج تبع هذا الوباء، وكيفية التعامل معه، وكيفية انتقاله، وكيفية منع انتقاله وواء إلى آخره، بعد هيك سافر براحتك، ما حدا راح يمنع. الشغلة الثانية،
أنا برأيي أنه كل القطاعات راح تظل متأثرة حتى بعد انتهاء أزمة الكورونا، على الأقل إذا ما كانت متأثرة فأصحاب الشركات والناس اللي بتدير هاي الشركات راح تظل عندها عقدة فيروس الكورونا على الأقل سنة لسنتين بعد ما ينتهي هذا الوباء، إذا انتهى بسرعة. وإذا طول هذا الوباء فالتأثير السلبي لوجوده راح يظل موجود على الأقل 5 سنين. يعني ما تتخيل أنه الأثار السلبية اللي بتكون لوجود حروب في أماكن أو في دول معينة اللي ما بتخلص لبعد 5 لـ10 سنين تأثيرها السلبي على هاي الدول إذا خلص، راح يختلف عن أنه تأثير فيروس كورونا السلبي بعد توقيف كل هاي القطاعات الاقتصادية وتوقيف الانتقال من دولة لدولة في العالم والآخر أثر على كل العالم بكل اقتصاداتها. ما تتخيل أنه راح ينتهي بمجرد ما انه لقينا لقاح هذا الفيروس. فالفكرة في الموضوع هل اجي ولا لا، اللي عم تقرأوه على السكرين فعليا اللي عم بيطلع هو اراء الناس ان جنرال، بيحكي لك انه الوضع مش مثل اول في دولة قطر، وفعليا هو مش مثل اول في اي دولة من دول العالم خصوصا في الوقت الحالي. فاللي بدك تعمله انك انت الوقت الحالي بدك تستغله لحتى انك انت تشتغل على حالك كثير منيح في المجال اللي انت بتشتغل عليه، خاصة المجالات اللي بدها مهارات شخصية أو بدها مهارات تقنية، إنك أنت بتقدر تطورها وانت قاعد في البيت تحضر دورات أونلاين. وكل الويب سايتس حاليا عم تعمل أوفرز رهيبة على الأونلاين كورسز اللي أنت ممكن تأخذها. الشغلة الثانية إنك أنت ضلك على التواصل مع كل الناس اللي بتعرفهم اللي في مجال عملك واللي عندهم ability إنهم يشغلوك أو يشتغلوا معك. والشغلة الثالثة اللي بدك تعملها إنك أنت تحاول إنك أنت تتواصل مع أكبر قدر من الشركات، إما في بلدك اللي أنت عايش فيه أو في البلدان اللي أنت حابب إنك أنت تروح تشتغل معها بعد هاي الفترة. والشغلة اللي كثير مهمة إنك أنت برضو تعملها إنك أنت تحاول إنك تنمي قدراتك على الشغل أونلاين، إنك أنت تلاقي فيلد سواء ريليتد لشغلك او مش ريليتد لشغلك عادي تعلمه، ويكون في ابيليتي انك انت تزود الخدمه تبعتك اونلاين وتقدر انك انت تسوق لهاي المهنه بحيث انه يكون عندك مهنه انها تقدر انها توفر لك المبالغ اللي انت بتحتاجها او سبل المعيشه اللي انت بتحتاجها او الى اخره، لو صار وطول هذا الوباء أو لو صار وانتهى هذا الوباء وصار مشكلة تانية أثرت على هذا الموضوع، خصوصا أنه متوقع جدا اختلاف وجه الاقتصاد العالمي وطريقة التعاملات المادية والأوراق النقدية والخدمات اللي راح يصير عليها طلب أعلى والخدمات اللي راح تتلاشى بعد هذا الوباء. يعني كثير أشياء متوقع أنها راح تختلف بعد ما نخلص من هذا الوباء على خير. حبيت أن أنا أطلع أعرض هاي الفكرة، أفهمكم إيش الوضع الحالي الموجود وإيش التبعات اللي ممكن أنها تصير. إن شاء الله نكون مفيد هذا الفيديو، وأكيد إذا احتجنا أن نحكي بتفاصيل أكثر فراح أعمل فيديو تاني. هون بحكي لك إذا أنت شايف أنه هذا الفيديو مفيد فياريت لو تعمل لايك وشير لحتى اليوتيوب يفهم أنه هذا الفيديو مفيد ويصير يقترحه لناس أكثر، وإذا أنت لأول مرة عم بتشوف هذا الفيديو فياريت لو تعمل سبسكرايب وتعمل إنيبل لنوتيفيكيشن بيل لحتى يوصلك كل فيديو جديد على التشانل. بدي احكي لكم كمان شغله كثير 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 ضروريه، لا تنسوا تروحوا تشيكوا على الويب سايت الجديد تبعنا اللي هو www.gsobuy.com، شوفوا اذا بفيدكم وشوفوا اذا الخدمات اللي عليه راح تصير مفيده. لهون بحكي لكم ضلوا بخير وسلامه وستي ات هوم، وارجوكم انكم انتم تشتغلوا على هذا الموضوع حتى تقدروا انتم تستفيدوا منه قدر الامكان، رب ضره نافعه فحاولوا انكم تستفيدوا منها قد ما تقدروا. لهون بحكي لكم يلا سلام.